سامعكم؟ معكم معاذ دكتور الصيدلة. اليوم غنناقش معكم واحد الموضوع اللي كيهم العيالات بنسبة كبيرة. بزاف العيالات اللي ما فاهمينش شنو الدور ديال حبوب منع الحمل اللي هما لي بيلول، بزاف الناس اللي واخا حاضية مع ذلك كتحمل، بزاف الناس اللي واخا شادة الحساب كيتخربق عليها السيكل، بزاف الناس اللي باغا تحمل وما عارفاش امتى كتكون البويضة موجودة باش تخصب. دونك هذا الموضوع فيه بزاف ما يتقال وحلقة واحدة ما كافياش. هادشي علاش قسمت هاد الحلقات على ثلاثة الأجزاء. الجزء الأول هو هذا اللي غادي نفسر لكم فيها الجهاز التناسلي الأنثوي لو سيستيم جينيتال فيمينا، مناش كيتكون وأشنو الهرمونات اللي فيه. من بعد الجزء الثاني غادي نفسر لكم أشنو كيوقع في الإفراز ديال الهرمونات وشنو كيوقع عند المرأة في السيستيم جينيتال ديالها إذا كان إخصاب، إذا كانت إنفيكونداسيون. والجزء الثالث اللي هو الفيديو الأخير هو اللي غادي نجمع لكم فيه جميع المعلومات حول حبوب منع الحمل اللي هما لي بيلول. قبل ما نبدا الشرح، الا كنتي اول مره غادي تشوف لي فيديو ديالي، ما تنساش تابونا في لاشين، اكتيفي لي نوتيفيكاسيون باش يبقى يوصلك ديما الجديد ديالي. نبداو على بركه الله. لو سيستيم جينيتال فيمينا او الجهاز التناسلي الانثوي كيتكون من دي بتيت ليفغ و دي غروند ليفغ اللي هما اللي كاينين على برا على اكستيريور دو كور، وكاين المهبل لو فاجان، وكاين عنق الرحم هو لو كول دو ليتيروس. ابري كنلقاو الرحم هو ليتيروس اللي هنا فين كيبقى الجنين لو فيتوس 9 شهور. والرحم راه عباره عن عضله كتقدر تقلص وتوسع، وكاين البافيون دو ترومب دو لا فالوب، هادي هي اللي اون فوا كتكون دوره شهريه وكتصايب بويضه باش تخصب كيشد هاد البافيون دو ترومب دو فالوب باش ابري دوز ترومب دو فالوب اللي هنا فين كتسنى البويضه الحيوان المنوي باش تخصب، كتسمى اون فيكونداسيون. وكاين المبيض هو لوفير اللي هو اللي كيهمنا واللي هو اللي كيوقعوا فيه بزاف الحوايج. الوغ الا خدينا مقطع عرضي ديال المبيض كنلقاو كيتكون من الغشاء الخارجي كيتسمى الكورتكس، وفي الوسط كنلقاو لا ميديولا اللي هنا فين كاينه الكونيكسيون ما بين الاعصاب والشعيرات الدمويه والمبيض، وهنا فين كيكون كل شهر ان سيكل دوفيولاسيون دوره اباضه. وبما ان المراه عندها مبيض في اليمين ومبيض في اليسار ففي كل شهر هذه دوره الاباضه كتوقع في واحد منهم. اما الاعصاب عندهم دور في الاثاره الجنسيه او الاسترخاء ديال الاعضاء التناسليه. وكاين الاوعيه الدمويه لي فيسو سونغا هما اللي كينقلوا لنا الاكسجين ولي نوتريمون الماكله اللي كلينا، وكينقلوا حتى الهرمونات اللي هما اللي عندهم علاقه مع دوره الاباضه. اول حاجه شنو هو دم الحيض ومنين كيجي؟ الوغ المبيض ملي كيصاوب لينا البويضه اللي كتبقى في لا ترومب دو فالوب كتسنى الحيوان المنوي باش تخصب باش توقع اون فيكونداسيون، حتى الرحم لو ديروس كيتزاد في السمك ديالو باش كيكون واجد باش يستقبل ان بيبي. ملي ما كيوقعش اخصاب وهذيك الزياده اللي تزادت في الرحم راه عباره عن شعيرات دمويه. ملي ما كيوقعش اخصاب هذيك البويضه كتشطح خارج الجسم كتخرج، وكاع ديك الزياده اللي تزادت في الرحم كتخرج حتى هي، وملي هي عباره على شعيرات دمويه هذاك الشيء علاش لي غيغل كيكونوا عباره عن الدم. دابا غنوريكم شنو كيوقع بالضبط خلال دوره شهريه. البويضه اللي صوبها المبيض خاصها تدوز من مراحل كتسمى لوفوجينيز، اللي في الاول كتكون البويضه صغيره كتسمى فوليكول، ومن بعد كيتفرز واحد الهرمون من الدماغ اللي هو الاف اس اش فوليكول ستيمولاتين هرمون، اللي معاه داك الفوليكول كيبقى يكبر بشويه بشويه وكيدوز من لوفوجينيز، وتا هو كيفرز لينا واحد الهرمون سميتو لوستروجين، وهاد لوستروجين كيعطي الاشاره للرحم لوتيروس باش يتزاد في السمك ديالو باش يوجد البلاصه للبيبي الى وقع اخصاب. من بعد ملي كتوصل الوقيته ديال الاباضه يعني هذاك الفوليكول ولا بويضه كيزيد الافراز ديال الهرمون ديال لوستروجين، اللي معاه كيتزاد الافراز ديال الاف اس اش والال اش، والال اش هو الليبرينتينغ هرمون اللي هو اللي كيعطي الامر باش البويضه تطرح في لا ترومب دو فالوب، وهذه هي لوفيولاسيون فتره الاباضه. من بعد الاباضه هذيك الخليه اللي طرحات لنا البويضه كيجي الهرمون ديال ال اش باش كيعمرها بالكوليسترول، وبما ان الكوليسترول اللول ديالو صفر فهذيك الخليه كتولي كتسمى لو كورجون او الجسم الاصفر او الجيسفارون، اللي كيزيد الافراز ديال جوج الهرمونات اللي هما البروجستيرون اللي كيزيد يحفز للرحم باش يكون كامل باش يستقبل البيبي وكيسودي دوك الشعيرات الدمويه، والاستروجين باش كيبقى مخلي الرحم في داك السمك ديالو اللي تزاد. فملي كدوز فتره الاباضه وما كيوقعش اخصاب البويضه كتطرح خارج الجسم، والجسم الاصفر كيولي بيض باش كيوجد لدوره شهريه جديده.
وهذوك لي دو زغمون البروجستيرون لي لوستروجين حتى هما كيتحبس الافراز ديالهم باش كيعلموا الرحم باللي موقعش اخصاب. وهنا الرحم بدوره كاع ديك الزياده اللي تزاد اللي هي عباره عن شعيرات دمويه كلشي كيخرج من الجسم، هادو هما لي غاكل. دابا غنفسر لكم هذا الشيء اللي شرحت مع الحساب ديال الايام. الوغ ناخذ مثلا اللي كيساليو منهم الدوره الشهريه لي غاكل ونبداو من اول نهار سالو. الوغ ملي كتلاشى داك الجسم الاصفر الاف اس اش كيتفرز باش كيديفلوبي لينا الفوليكول باش تولي من بعد اون اوفول اللي كيفرز حتى هو الاستروجين غادي يزيد يحفز الافراز ديال الاف اس اش. وملي غنوصلوا لفتره الاباضه يعني اليوم 14 كيطلع حتى ال ال اش باش كتطرح البويضه وكتكون واجده باش تخصب والفوليكول كتولي جسم اصفر اللي كيفرز لينا البروجستيرون مع شويه ديال الاستروجين اللي كيحبسوا الافراز ديال الاف اس اش والال اش. وملي ما كيوقعش اخصاب الجسم الاصفر لو كورجون كيموت وكيهبط معاه الافراز ديال البروجستيرون والاستروجين وابري كاع ديك الزياده اللي تزادت في الرحم كتحيد حتى هي اللي هي عباره على شعيرات دمويه وهذاك الشيء علاش كيهبط الدم. دونك كاع هادشي اللي شرحت لكم عباره عن دوره شهريه عاديه عند المراه. شنو كيوقع في الدوره الشهريه عند المراه وقيت الاباضه وشنو هو الدم وشنو التفاصيل كامله. بالنسبه هادشي اللي شرحت لكم راه الا ما وقعش اخصاب، الا ما كانش اون فيكونداسيون. اما الا وقع اخصاب اشنو كيوقع؟ هذا هو الجزء الثاني اللي هو الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك الا كنتي اول مره غادي تشوف الفيديو ديالي ما تنساش تابونا تاكتيفي نوتيفيكاسيون باش كومسا يوصلك ديما الجديد ديالي. دونك جو فو دي ا بيانتو على لا بروشين ايبيزود ان شاء الله.